واش الخوت انا دابا في داكار السنغال دابا نهار 15 فريق 15 فريق المهم دابا انا في داكار باش ندير شغل في هاد العاصمه هادي نشوف الطوبيس واحد الطوبيس هنا فاش كان عنده داير بحال ميني باص صغير ولكن كيهز بنان بزاف شرينا واحد العصير هنا سميتو بيصر داير 5 دراهم زوين ناضي ناضي وبارد مع الحرارة هادي راه هذا اللي ينفع الماء هنا كيديروه في الساشي هو الماء هنا الماء كيتباع في الساشي بجوج 30 ريال دابا راه كنتسناو الطوبيس مرة 62 كيدي واحد البلاصة سميتها داكيلي طابي هذا 55 مرة 55 Oui, c'est comme ça. Ah. C'est bon? C'est bon. C'est bon, c'est galère. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Sambassal. Sambassal. Mohamed. 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 Maroc. Maroc. Ah. Biscay. Merci. هاد البلاصه هادي فيها واحد المرشد معروف كيبيعو فيها هاد الحوايج ديال البار والعباد وشوفو واحد الجام هنايا فيه طراز مغربي اصيل واحد الجام سميتو المسجد الكبير كاين هاد البلاصه هنا حتى السيد هنا لابس فوقيه وطربوش مغربي هذا هو الجامع ديال المغرب سميتو المسجد الكبير كيتواجد في القلب ديال العاصمه ديال داكار انا بالدول في غرب افريقيا كتلقى واحد الجامع ديال ديال ديزاين مغربي بحال هكا كاين في موريتانيا كاين في كوت ديفوار الكابون هنا في السنغال كاين في النيجر دار تقريبا بحال واحد الجامع كاين في طنجه راه كيشبه ليه دابا راه كاينه مسدود ما غادي تحل حتى العصر العصر بقات ليه شي ساعتين تقريبا تلاقيت هنا الدراري كيقراو باللغه يعني بالطريقه المغربيه بكل حروف بحال الفاء والقاف الطريقة المغربية الفاء النقطة في التحت والقاف النقطة في الفوق تداء زادهم هدى وآتيهم تقويهم تقويهم هادي واحد البلاصه سميتها كيلي طابي معروفه بالصيد الاف ديال الناس كيجيو هنا كيصيدو البحر موسخ بزاف هذا واد الحار جاي من وسط المدينه جاي كيكب هنا كيتخلط هذا الشيء الناس كيصيدوا هنايا ما عرفت ما فهمت انا والو ومع ذلك الناس كيدخلوا كيصيدوا عاد دابا سي اون بوبو هاو يو ثقل ما كنتش في المسجد انا نوقف في الطابور
الفلاكي مزوقين صراحه اللي زوين هاد بلان عاوتاني عجبني هو ديما كلمه الله في الدنيا هي هنايا تبارك الله اللهم بارك مزيد انواع واشكال من البحر نيشان هنا كيتباع في البلاصه هو هاك جديد عيون حمرين شتينا قهوة سنغالية جوج بكاتين ريال على درهم ونص عدد 15 عندو 50 درهم ناضية قهوة ديال السنغال قهوة الوعرة هادي في ما جيت في السنغال هاد القهوة في ما مشيتي ناضية ناضية دير ليا بلاصات معايا كيشربو بزاف القهوة جينا الخوت ضربنا واحد الفاكسيناسيون ضربو ساعدين ما انا كان عندي ديال الملاريا ديال الحمى الصفراء هو هذا كان باغي يضربو في المغرب ولكن قلت ليه غير رسالة تونسو السنغال حيت هنايا رخيص داير 5000 سيفا تقريبا واحد 85 درهم في المغرب بزاف داير 600 درهم وخصك تطلع من اكادير والكار وتطلع من زب يعني موفيز افير داكشي علاش قلت ليه غير 6000 هنايا تونسو السنغال وديرو بثمن زوين دابا غادي نمشيو لواحد البلاصة فيها أكبر تمثال في إفريقيا أكبر تمثال في إفريقيا كان هنا في السنغال كان في داكار غادي نمشيو لفهاد الكوبيسات هادو جينا واحد من أكبر التماثيل في إفريقيا إن لم يكن أكبرهم راه أكبر تمثال هذا شكون أكبرهم إن لم يكن كان الأهرامات لا تمثال هذا راه تمثال أصاحبي على الأهرامات كيفاش لا ماشي تمثال الأهرامات راه هذاك راه بناء هذا ولكن هذا غير تمثال هذا من أكبر التماثيل سميتو تمثال النهضة أهو تمثال النهضة؟ آه تمثال النهضة ما كان إي فعلا ما كان وقلب جوجل صاحبي اه رقب على صاحبي اسميدو تمثال النهضة تمثال النهضة صنع ماشي صنع اه هذوك اللي سيبوه اه شركة كوريا كوريا اي تبارك الله شحال ديال بنات بنا اليوم اللهم بارك
شحال من طزه كاين هنا؟ طال واحد النهار شي كبير بزاف ناضي اه بيج 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 كتسالي الرحله ديالنا هنايا في داكار بقاش لينا بزاف بقات لينا غامبيا غادي نمشيو بزاف المدن هنا في الجنوب قبل ما ندخلو غامبيا ديك الساعه غينيا وغينيا بيزا وبقا نوصلو كوت ديفوار ان شاء الله فنشوفكم في الفيديوهات الجايين.